الغاية من إنزال القرآن هي التدبر والفهم والتطبيق والعمل بهذا القرآن، ومن هذا المنطلق نتدارس ونتدبر وإياكم سورة يوسف، لأن سورة يوسف فيها من الآيات والحكم والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. ولما غاروا من أخيهم سعوا في إيذائه. هنا أحبتي في الله تبدأ القصة.